بس هذه المشاهد عايزة أعلق عليها. ده في الحملة في الجيزة، الوراق حملة على مخازن سلع كانت مخزنة 88 طن من الدقيق والزيوت والسمن مخزنينهم. فالحقيقة أنه في حملة من المحليات في الوراق في الجيزة، في عندنا حملة أخرى في التل الكبير بالإسماعيلية، أيضا دي حملة تانية في التل الكبير بالإسماعيلية على برضو أماكن للتخزين، و أو ده تفقد للأسعار وتفقد للأسعار في هذه المناطق. إذن حملات مكثفة في كل المحافظات على الأماكن اللي بيتم فيها تخزين السلع. برضو عندنا بعض ضعاف النفوس يعني، او الناس اللي عايزه تكسب في الازمه بيخزنوا. تعليقك على ده ايه يا دكتور علاء؟ ده يا فندم الحركة اللي بيحجب السلع ده مخالف للقانون، من يخالف القانون ما حدش بيدافع عنه، يبقى لا جدال فيها. زي بالظبط ان هناك بعض اللي قاموا بتصدير خلال الايام الماضيه لبعض السلع اللي يعني اللي محتاجه البيت يحرم على الجامع. طبعا ما ينفعش ان انا اصدر سلع في وقت أزمة عالمية عارفين إن أو مش عارفين إمتى هتنتهي، وبالتالي اللي موجود على أرض مصر لازم أحافظ عليه بأكبر قدر ممكن. اللي أنا عاوز أطمن السادة المشاهدين دي إن جميع أنواع السلع عندنا رصيد استراتيجي منها ما بين 4 أشهر، وفي بعض السلع زي اللحوم نوصل ل9 أشهر ما عنديش مشاكل فيها. ما يتم حاليا هي زيادة المطروح والعرض، ما يتم حاليا هو التوافق مع المنتجين والمصدرين والمستوردين بان يتم خفض الاسعار، والسلع التي تم استيرادها وسداد ثمنها بالاسعار المخفضه قبل الزيادات العالميه سيتم طرحها بنفس الاسعار. احنا من يوم 15 توجيهات رئيس الوزراء بدء معارض اهل رمضان فورا من يوم 15، ما استناش ليوم 24 زي ما كان مخطط. او هنشوف انخفاض في الاسعار مش بس في اهل رمضان، كمان في المنافق بره في السوبر ماركتس العاديه وفي البقالين العاديين ولا لا؟ هقول لحضرتك يمكن المره دي الاليه اللي شغالين بيها مختلفه الى حد ما. احنا اجتماع مجلس المحافظين الاخير تم التوجيه للساده المحافظين وبينسقوا مع رؤساء الغرف التجاريه ب زيادة المنافذ. احنا دلوقتي وصلنا لاكثر من 200 منفذ على مستوى الجمهورية في 27 محافظة. في نفس الوقت معانا فوق ال 2000 فرع للسلاسل التجارية هيبقى فيها ركن الاهلا رمضان بالاسعار المخفضة. في نفس الوقت في 500 منفذ بتوع جمعيتي، في 200 قافلة متنقلة هتتجول ما بين القرى والنجوع، وبالتالي الاسعار المخفضة هتبقى على مستوى الجمهورية بالكامل، وده هيشد سعر السوق في القطاع الخاص الى اسفل راضين قبل النهارده. اليات السوق هتشتغل اوتوماتيك. نتمنى لذلك. شكرا دكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجاريه.